طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم. اليوم عندنا موضوع جديد بالجاز دايناميك اللي هو راليه فلو. بهذا الشابتر راح ناخذ بنظر الاعتبار تأثيرات الحرارة أو انتقال الحرارة أثناء الجريان. طبعا مثل ما تعرفون أنه بالجريان ممكن أنه يكون انتقال للحرارة، يكون عندنا هيت ترانسفير، ونفس الاتفاق اللي اتفقنا عليه بالثيرموداينامكس سابقا، من انه اذا كان السيستم هذا اللي عندي ينطيني حرارة، ينطيني كيو، فهذه اعتبرها حالة سالبة بالنسبة إلي، وبالتالي كمية الحرارة هذه تاخذ اشارة سالبة. لكن إذا كان السيستم هو اللي ياخذ الحرارة والحرارة تدخل إلى السيستم، فهذه نعتبرها حالة إيجابية، وبالتالي أعتبر كمية الحرارة سالبة. يعني عكس قضية الشغل، إحنا لما نصرف شغل على السيستم، يعني لما السيستم يدخل له work، فبالتالي هذا يكون الكمية سالبة. لكن إذا كان السيستم ينطيني ورك، فبالتالي أعتبر هذه الكمية موجبة. طيب، هذا فيما يخص الساين كونفنشن. طبعا أي انتقال للحرارة راح يصاحبه زيادة بالإنتروبي. ما دام صار عندي هيت ترانسفير، معناه أتوقع أنه أكو هسه مو شرط، يعني حسب الحرارة داخلة أو خارجة، هسه مو شرط زيادة، على الأقل أكو انتروبي تشينج، يعني أكو عندي انتروبي تشينج. زين، طيب، فهذه الحالة لما تكون بالغاز دايناميك فلو شلون راح ناخذ تأثيراتها؟ راح نجي هسه نشوف. طبعا بداية احنا لأجل التبسيط وعلى مستوانا الدراسي هذا، ايضا ما راح ناخذ بنظر الاعتبار تأثيرات الحرارة زائدا الفريكشن. يعني احنا تعرفون احنا يعني بدينا بالجريان اول ما بدينا بالايزنتروبيك فلو، والايزنتروبيك يعني لا بي فريكشن ولا بي هيت، اثنيناتهن الهيت هملناها باعتبار انه اديباتيك، والفريكشن باعتبار ريفرسبل، فبالتالي بهذا النوع من الجريان هملناهم اثنيناتهم، فلا موجود هيت ولا موجود فريكشن. بالفانو لما اجينا على الفانو فلو، يعني ما اخذنا الهيت بنظر الاعتبار، اخذنا بس الفريكشن. اليوم هسه عندنا بالرالي فلو لا، راح ناخذ بنظر الاعتبار اللي جاي يصير عندي هنا، انه اخذ الهيت بس الفريكشن لا اهمله. السبب اولا قلنا احنا للتبسيط، وانه في بعض وبس يعني نوعا ما هذه الفرضية مبررة. شلون مبررة؟ بعض الاحيان يكون تأثير الحرارة خصوصا في اذا كانت كمية معتبر بها جاي تنتقل بالسيستم، يكون تأثيرها اكبر بكثير من تأثير الاحتكاك، وبالتالي يكون الاحتكاك بالنسبة لها مهمل. طيب، فهذا قلنا الجريان اللي ياخذ بنظر الاعتبار انتقال الحرارة، سواء كانت الحرارة داخلة للنظام او خارجة من النظام، هذا الجريان نسميه راليه فلو. فهذا الجريان نسميه راليه فلو. The flow of a perfect gas is considered with now familiar and result of constructing table. This category of problem is called Rayleigh flow. طيب، Rayleigh flow إلي طبعا مثل ما أخذنا بالفانو، مثل ما أخذنا بالأيزنتروبيك، لازم إلي فرد أناليسز معين، وهذا الأناليسز يسترجب من عندي أنه أخلي مجموعة من الفرضيات. فراح تصير فرضياتي أيضا كالآتي: Steady one dimensional flow، Negligible friction، همين هملته تأثير الاحتكاك، ما عندي work بالنسبة يعني للشافت،
بوتنشيال كذلك وكونستانت اريا ايضا. هنا راح يصير عندي مثل الفان فلو راح يصير عندي كونستانت اريا ديكت ودي اي مالته تساوي صفر. فهذا ايضا لاغراض التبسيط. بالنسبه لمنهجنا الدراسي ما راح ناخذ تاثير الاحتكاك عفوا تاثير انتقال الحراره بالفاريبل اريا ديكت مثل الكونفرجنج دايفرجنج نوزل، لا راح ناخذه بالكونستانت اريا ديكت اونلي. طيب فايضا راح نبدا من معادلاتنا، نبدا من الكونتينيوتي. الكونتينيوتي شو تقول؟ تقول الام دو تساوي لنا الرو بالاي بالفي وتساوي لنا كونستانت. مثل ما تتذكرون احنا عرفنا بالفان فلو عرفنا الرو في على ان هي جي سميناها الماس فلكس، فاذا راح يصير عندي الرو في اللي هو جي ويساوي لنا كونستانت باعتبار ان الاي ايضا كونستانت هو كونستانت اريا ديكت بس كونستانت والكونستانت ينجمعون كلهم بكونستانت. طيب نجي على الانرجي اكويجن. الانرجي اكويجن راح شو تقول لي؟ تقول لي الاستاجنيشن انثالبي بالسكشن واحد، مثلا هذا خلينا نفرض هذا سكشن واحد بالجريان وهذا سكشن اثنين بالجريان، فالزائد ان الحرارة هسه ما ادري ان هي من او الى السيستم، حسب اللي قال لك داخل السيستم فمعناها موجبة، طالعة من السيستم فمعناها تاخذ اشارة سالبة. احنا هسه خليناها موجبة تساوي لنا ال HO2. طبعا هنا اكفرت قضيه كلش مهمه، قضيه كلش مهمه وهن ملاحظتين بالاحرى وبس وحده كلش مهمه اللي هي نوت ذات. شوف جي يقول لك هنا this is the first major flow category for which the total enthalpy has not been constant. يعني احنا بكل دائما كنا شو نسوي من كنا نجي نشتغل على الجريانات السابقه كنا نقول HO1 يساوي لنا HO2 وبالتالي كل HO هو CBT، فالCBT تروح من الطرفين نقول TO1 تساوي لنا TO2 ونستنتج انه الانثالبي وتبعا الى الاستاجنيشن تمبرتشر تبقى كونستان. بالايزنتروبيك فلو قلنا التمبرتشر الاستاجنيشن تمبرتشر كونستان، اجينا على النورمال شوك ويف قلنا الاستاجنيشن تمبرتشر كونستانت، اجينا على الفان فلو قلنا الاستاجنيشن تمبرتشر كونستانت. هذه اول مره التي او 1 لا تساوي التي او 2، معناها اكو تغير بالاستاجنيشن تمبرتشر. اريدك تكون هنا تنتبه الى فهذا النوع من الجريان التمبرتشر استاجنيشن تتغير به. طيب هاي الملاحظة الأولى وانتبهوا عليها كل زين. ملاحظة الثانية انه هاي من هاي المعادلة اقدر اقول ان الـ Q اللي هي الهيت ترانسفير ريت او هنا الفلكس باعتبار هذا تقسيم يعني السبيسيفيك هيت، السبيسيفيك هيت هذا ايش يساوي لي؟ يساوي لي الـ HO2 minus الـ HO1 وهي CP مو TO2 ناقصا TO1. هنا شنو الملاحظة اللي عندنا؟ الملاحظة اللي عندنا جاي نحسب كمية الحرارة المنتقلة، جاي نحسبها منين؟ نحسبها من الاستاجنيشن تمبرتشر وليس الاستاتيك، جاي نحسبها من الاستاجنيشن. هسه تقول احنا مو متعودين بالهيت ترانسفير، نقول الكيو ام دوت مثلا سي بي دلتا تي والتي هي هاي التي، ما اعرف انت بالهيت ترانسفير عندك فرد تحليلك الخاص بيك تشتغل على فلويد على ليكويد، انا هنا او غازز ما اعرف، انا هنا بالغاز دايناميك دا جاي اقول لك انه تحسب انتقال الحراره كميه الحراره المنتقله تحسبها من الاستاجنيشن تمبرتشر اونلي، ما تحسبها من الاستاتيك تمبرتشر. خلي هذه نقطه مهمه خليها ببالك. زين نجي على المومنتوم. ايضا المومنتوم مش عندنا هنا، احنا عندنا one dimensional flow summation of forces هو m dot v out بال v تغير السرعة يعني. فبما تعرفون هنا شنو هي القوة اللي عندنا؟ برجر فورسز. بعد ما همنا تأثير الاحتكاك ما عندي فريكشنال افكت ولا عندي شير ستراس يتطلع من عنده فورس، فبالتالي راح يصير عندي p a هنا p1 a1 وما بما انه اي 1 تساوي اي 2 فهي اي لان كونستانت اريا ديك ناقصا بي 2 اي تساوي لنا الام دوت راح اخذها رو في اي
تغير السرعة V2 minus V1. طيب بما انه الاري كونستانت تطلعها من الطرفين وقسم عليها صار عندك البي 1 ناقصا البي 2 تساوي لنا الرو بالفي بالفي 2 ماينس الفي 1. طبعا كل رو في شنو معناها؟ معناها جي. فراح يصير عندك بي 1 ناقصا البي 2 تساوي لنا جي بالفي 2 ماينس الفي 1. اوكي، من هاي المعادله اقدر اكتب اقول يا بانه البي زائد الجي بالفي تساوي لي كونستانت، تساوي لي كونستان. طبعا هنا مثل ما تعرفون احنا عرفنا الجي، قلنا هي كل جي هي شنو؟ هي الرو بالفي. فاذا اجي اكتب مكان الفي كل في جي على رو، فراح يصير عندي بي زائد جي ومضروبه بالجي يصير جي سكوير اوفر رو، باعتبار كل جي هي رو بالفي، ماشي، وتساوي لنا ايضا كونستان. او لا مثلا اخذ انه مكان، بدل ما اجي اعوض مكان الفي الفيلوسيتي اعوض جي على رو، اجي اعوض مكان الجي خو نفسها، فراح يصير عندك هنا الجي رو في سكوير. طيب اذا هذا في دلالة الدينسيتي، طيب فراح يظهر عندي هنا في التيرم ايضا شنو هو؟ اللي هو لو فرضا هسه هذا قلنا شلت الاريا من الطرفين باعتبار انه هي كونستان. طيب لو اخذتها بنظر الاعتبار هي كونستان، بس لو دخلتها ايش راح يصير عندك؟ احنا قلنا كل ام بي اي بالرو بالفي بالاي اللي هي الام دوت بالفي تساوي لنا كونستان. تريد تاخذها منا، تريد تاخذها من هاي المعادلة، كيفك. اذا تجي على هاي تضرب لازم الطرفين بي اي، وكونستانت الاريا في كونستانت هو يساوي كونستانت. زين، فهذه هنا البي اي زائد الام دوت في تساوي لي كونستانت. هذا يسموها الامبلس فانكشن، الامبلس فانكشن. طبعا هاي مو موجوده بس بالرالي فلو للامانه، لا هاي موجوده هي حتى من الايزنتروبيك فلو وانت تصعد، هناك موجودة في الشيء اسمه impulse function، وهذا تعريفه ال pressure بالarea بالm dot بالvelocity، بس هنا اجى ذكرها على كل حال. المهم هي فهو تعريف عام مثل ما نعرف يعني اي تعريف اخر، فهي ايضا تعريفها عام. هنا شوية راح نختصر بهذا الاشتقاق، هاي المشتقة وهذا الشارت راح نختصر به شوية، فنجي نكمل من الليميتينج بوينت. هم عندنا ليميتينج بوينت، اي نعم ليميتينج بوينت اللي هي ايضا راح تكون عندنا موجوده، والليميتينج بوينت لما يكون عندي الماخ نمبر يساوي واحد. اوكي هاي ناخذها بس للمعلومه. فماكسيمم ستاجنيشن انثالبي والماكسيمم انتروبي راح يحدثون لما يكون عندي الماخ نمبر يساوي لنا واحد. من الكيرف هذا ما راح ادخل باشتقاقه ولا في رسمه، بس من هنا أنا ناخذ ملاحظة، لانه باعتبار انه انت دائما عندك هذه راح يصير مثل الديفلكشن بوينت، فراح يصير عندك الماكسيموم ستاجنيشن انثالبي والماكسيموم انتروبي اكرز ات ماك نمبر يساوي لنا واحد. طيب فهذا قلنا راح نختصر شوية بالمحاضرة. هنا نجي إذا على شغلنا فيما يخص البيرفكت غاز وشلون نحاول ندخل الرالي فلو بالتايبلز. فنجي هنا بالنسبة للمومنتم، يعني لو نبدي مثلا من معادلة المومنتم على سبيل المثال اللي آخر شيء كانت، فكان عندي البي زائد الجي بالفي يساوي لي كونستانت، مصحيح؟ وقلنا هاي ممكن نقول عليها بي زائد الرو بالفي سكوير يساوي لنا كونستان. طيب كل برجر ممكن كل رو عفوا ممكن نكتبها برجر على الار تي، مو باعتبار كل برجر هو يساوي لنا رو بالار بالتي، فالرو واحد ايش تساوي؟ بي على ار تي مضروبه بمن؟ بالفي سكوير كونستان. زين كل في سكوير من الماخ نمبر شو يساوي لنا؟ قلنا في على اي، فالفي سكوير هي ام سكوير، راح يصير عندي ام سكوير بالاي سكوير، وهذا معناه ام سكوير بمن؟ بالجاما ار تي، مو تذكرون؟
فاذا ايش راح يصير عندي هنا حتى ما نطول؟ راح يصير عندي اذا اطلع البرجر عام المشترك راح يصير عندي 1 زائد الجاما بالام سكوير يساوي لي كونستانت. اذا تاخذ على نقطتين بالجريان يعني مثلا هذه نقطة 1 وهذه نقطة 2 او سكشن 2 وعندك هذا الفلو مالتك، فش راح يصير عندك هنا؟ راح يصير عندك البرجر الثاني بالسكشن الثاني على البرجر الاول يساوي لي 1 زائد جاما ام 1 سكوير على 1 زائد جاما بالام 2 سكوير. فشوف صار هو يعني الهدف شنو؟ انه يصير هو فانكشن الماك نمبر. اي نعم يصير فانكشن الماك نمبر. انطيني اي غاز الجاما ما تكون معلومة فيبقى عندي بس الماك نمبر اقدر اطلع من عنده البرجر ريشيو. اوكي هذا فيما يتعلق بالبرجر ريشيو. طبعا من الكونتينيويتي احنا ايش قلنا؟ قلنا الرو بالفي اللي هي جي وتساوي النشيني كونستان. فنجي هنا ايش راح يصير عندي؟ اجي اعوض مكانهم بحيث انه اوصل للشيء اللي اريده. فانا مثلا ايش قلت على سبيل المثال الرو هي البرجر على الار بالتي مو صحيح؟ والفيلوسيتي اي فيلوسيتي هي ماخ نمبر بالاير اللي هي سرعه الاي اللي هي سرعه الصوت، والاي هو من تحت الجذر بي ار تي مضروبه بالماخ نمبر وهذا من تحت الجذر جاما ار تي وتساوي لنا كونستانت. طبعا هذول الكونستانت ار وجذر ار وجذر جاما هذول كلهم يعبرون للجهه الثانيه والكونستانت هو كله كونستانت يعني ما يفرق كونستانت وتقسم على كونستانت ايش تطلع يعني يطلع كونستانت، كونستانت وتضربه بكونستانت يطلع كونستانت. فايش راح يبقى عندي؟ بس المتغيرات اعير لها اهميه البي والماخ نمبر ومن تحت الجذر تي لان هاي تي وهاي من تحت الجذر تي فيبقى عندك من تحت الجذر تي ايش تساوي لك؟ تساوي لك كونستانت. طيب جدا اذا هسه همين راح يصير عندي البرجر الاول بالماخ نمبر الاول على من تحت الجذر تمبرتشر الاولى تساوي لي البرجر الثاني بالماخ نمبر الثاني من تحت الجذر التمبرتشر الثانيه. اوكي زين هسه نربع الطرفين حتى احاول اوجد في الشيء يخص هذا. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي البرجر الاول سكوير بالماخ نمبر الاول سكوير على تي 1 وانا سأبحث عن تمبرتشر ريشيو، والبرجر الثاني سكوير بالماخ نمبر الثاني سكوير على ال تي 2. فهسه قدرت اوصل تي 2 على ال تي 1 ايش تساوي لي؟ هاي تي 2 تروح لهناك هذا النباقات مكانهم بي 2 سكوير ام 2 سكوير وهذا بي 1 سكوير وام 1 سكوير. شو اسوي هسه؟ اروح اجيب الريشيو مال البرجر اللي قبل شويه كتبتها اللي هي هاي بي 2 على البي 1 1 زائد جاما ام 1 سكوير على 1 زائد جاما ام 2 سكوير. اجي اعوض بيها فراح تطلع عندي تمبرتشر ريشيو مثل ما تشوفون قدامكم هنا بدلالة الماخ نمبر ايضا. يعني صحيح هي بها تربيع وما اعرف شنو معادلة شبه معقدة بس هي على كل حال هي فانكشن للماخ نمبر. بالنسبة للرو نفس الكلام يعني انت ايش راح تسوي؟ تقسم برجر على تمبرتشر تريد حتى تطلع الرو او تريد من عندها اي واحد من عندهم. يعني شلون شنو قصدي؟ قصدي انا هو البرجر مورو ار تي يعني اذا ناخذ مثلا هسه هاي معادله لل1 فهذا رو 1 وهذا تي 1 واذا اقول تي بي 2 ايش راح يصير عندك؟ رو 2 ار تي 2. هسه لو اقسم وحده على الثانيه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي البي 2 على البي 1 تساوي الرو 2 على الرو 1 مضروبه في التي 2 ايضا على التي 1 تمام باعتبار الار تقسيم ار كونستانت ايضا ويروح. فدور تجي هنا تقول الروتو على الرون ايش تساوي لك هنا؟ الروتو على الرون تساوي لك البي 1 البي 2 عفوا مضروبه بالتي 1 والبي 1 مضروبه بالتي 2 زين لان يعني هذه وسطين بطرفين فهذه تصعد لهناك وهي تنزل لهنا. ذني اثنيناتين الريشيو مالتهم موجودات عندك البي 2 على البي 1 والتي 1 على التي 2 فتجي تاخذهم ايضا فراح تطلع عندك الدنسيتي ريشيو. لحد هنا الاشتقاقات ونكتفي بها بعد ما ناخذ اشتقاق يعني اشتقاقات المطالبين بها هي فقط هذا الاشتقاقات خلينا نقول من المومنتم الى الكونتينيوتي الى الدنسيتي زين والتمبرتشر ريشيو والبرجر والدنسيتي.
طيب الاستاجنيشن كونديشن، تذكرون احنا سابق وانه من معادله الانرجي كويجين قدرنا نوصل لهذه المعادله اللي تقول انه تي نوت تساوي ان تي واحد زائد جاما ناقص واحد على اثنين بالام سكوير. زين، هذه المعادله مثل ما هي موجوده هسه ما بين الاستاجنيشن تمبرتشر والستاتيك تمبرتشر، ممكن اسويها يعني شلون انا هسه كتبت هنا تمبرتشر ريشيو تي 2 على تي 1، اقدر احاول انه همين اطلع تمبرتشر ريشيو بالنسبه للاستاجنيشن وايضا بدلاله الاستاتيك وياهم. شلون يعني همين اقول هاي تي 1 تي او 1 هاي يعني معني تي 1 وهذا منو ماك نمبر 1، وذاري تي او 2 هذا راح يصير تي 2 واحد زائد جاما ناقص واحد على اثنين ام 2 سكوير، واجي اقسم واحدة على الثانية فتظهر عندي معادلة الاستاجنيشن تمبرتشر. طيب هنا ملاحظتنا فيما يخص الاستاجنيشن انثالبي والاستاجنيشن تمبرتشر مثل ما ذكرنا، وقلنا انه الكيو تساوي ان سي بي دلتا تي نوت وليس ولا تساوي سي بي دلتا تي، يعني الهيت ترانسفير ريت يساوي لك السي بي مضروب في التغير في الاستاجنيشن تمبرتشر وليس التغير في الاستاتيك تمبرتشر. طيب زين، احنا الريفرنس ستيت هسه نجي عليها مثل ما تعرفون انه هو لما يكون الماخ نمبر اوف يونيتي، فالريفرنس ستيت اللي دائما احنا نحكي عليها هي عاده لما يكون عندك الماخ نمبر شقد يساوي واحد. طبعا مثل ما تعرفون انه شلون اخذنا احنا بالفانو فلو الاحتكاك الى تاثير على الجريان، قد يزود الماخ نمبر قد ينقص الماخ نمبر. هنا ايضا الجريان شنو شكله، يعني داخل مثلا هو سبسونيك وصاير عليه انتقال حرارة هيتينج، لو صاير عليه كولينج، او هو سوبرسونيك وحمين ياخذ احتمالين هيتينج لو كولينج. فهنا احنا مبدئيا يعني نحكي بشكل عام لا على التعيين، نقول لو فرضا انا عندي دكت وهذا الدك داخل بي سبسونيك وهذا جاي انتقال الحرارة جاي يدخله، فأتخيل انه جاي يزداد بين ماخ نمبر بحيث انه الحد يا حالة يوصل بيها الام كريتيكال واحد، يعني هو يدخل خلي نقول دخل هذا هسه عندي ام وان، خلي نقول هيك لا على التعيين بيناتنا مثلا نفرض فرضية دخل خلي نقول بوينت 2، مو شرط الام 2 مالته يساوي 1، يجوز مثلا 0.4 يجوز 0.6 0.8. اقول اني لو فرضا امتد بي هذا الطول هذا الدكت امتد بي كفرضيه الى ان يوصل الى حاله افتراضيه من عندي اقول الام كريتيكال تساوي 1. هاي ليش؟ لانه احتاجها، لانه احتاج البروبرتيز مالته تي كريتيكال تي او كريتيكال بي كريتيكال بي او كريتيكال، لان احتاج السؤال. فهنا كأنه أنا خليت additional hypothetical heat transfer، كأنه تخيلت أنه انتقال الحرارة بقى مستمر ويدك إلى أن وصل للماخ نمبر يساوي واحد، أيضا يعني راح يصير عندنا نوع من هذا الفرض. فراح يصير طبعا مثل ما تعرفون إذا كان الام 2 يساوي واحد فمعناها راح يصير معادلاتنا كلهن بدلالة من بدلالة الكريتيكال، فراح يصير ايضا عندنا مجموعة ايضا هن بدلالة الماخ نمبر. هذه اذا هسه نجي على خلاصة لما تقدم، انه احنا عندنا انتقال الحرارة ممكن انه يكون يحدث مع الجريان الغاز دايناميك، وبهاي الحالة راح نهمل شغلتين، الشغلة الاولى تأثير الاحتكاك ما راح ناخذها بنظر الاعتبار، القضية الثانية انهم راح نتعامل ويكونستانت اريا دكت لاغراض التبسيط الفرضيات. فانت لما تجيك مسألة ايضا الخطوة الاولى ايش راح تسوي؟ سكتش ذا فيزيكال سيتويشن، حاول تسوي لنا فد سكتش بسيط تخلي بين متغيرات مالتك، ليبل سكشنز قول هذا سكشن 1 هذا سكشن 2، خلي هنا المعلومات اللي انت تريدها، ليست اول جيفن انفورميشن وذ يونتس، خلي اليونتس ايضا تحتاجها، ديتيرمين الناون ماك نمبر طبعا اذا قدرت تحصل الماك نمبر، وبعدين تجي على المتغيرات اللي مطلوبة بالسؤال او اللي تريد انت تحسبها. وايضا هنا نخلي نسوي فريد خلاصة بسيطة،
شنو تأثيرات الهيت ترانسفير على متغيرات الجريان والباراميترز اللي عندنا. فمثلا احنا عندنا بشكل رئيسي عندنا حالتين، اما هيتينج اما كولينج، ما اعرف اني شنو اللي جاي يصير عندي هسه. فمثلا تأثير الهيتينج اذا كان الجريان سبسونيك راح يبدي يزود عندي الماخ نمبر طبعا، والاستاغنيشن انثالبي يصير بي انكريزينج. ليش؟ لان انت بالهيتينج جاي تنطي انيرجي للسيستم، جاي تضيف عليه انيرجي، وبالتالي راح يزداد عندك الاستاغنيشن انثالبي وتزداد عندك الاستاغنيشن تمبرتشر ويزيد عندك الماخ نمبر. طبعا الاستاغنيشن بريشر ديكريز بحالة الهيتينج سواء كان الجريان سبسونيك او سوبرسونيك. طيب لكن لو كان الجريان عندك جايك انت بماخ نمبر اكبر من واحد يعني سوبر سونيك، فمعناها بالهيتينج يبدي يتناقص. بقية البراميترز ايضا في حالة زيادة او نقصان حسب ما مؤشر بالجدول. نجي نأشر ايضا البراميترز المهمة في حالة الكولينج. في حالة الكولينج يعني الحرارة جاي تطلع من السيستم جاي يبرد السيستم، هو جاي يبرد، لأن يعني تعرفون هاي قضية الإشارة هي هم قضية نسبية، يعني بالنسبة جاي تحكي أنت للسراوندينج لو للسيستم نفسه. فالكولينج إذا كان الجريان الماخ نمبر أقل من واحد فالماخ نمبر راح يصير بي ديكريزينج، وإذا سوبرسونيك إنكريزينج يعني عكس الحالة مالت من؟ مالت الهيتينج. لكنه الاستاغنيشن انثالبي almost always decreasing، وهذه قضية مهمة، يعني جاي ناخذ احنا انيرجي ناخذها من السيستم. لكن الاستاغنيشن بريشر راح يصير بي increasing في حالة الكولينج. فهذا كون ننتبه عليها فيما يخص الجريان اللي عندنا. طيب بعد عندنا نقطة أخيرة نحاول أيضا نختم بيها، وهي قضية وجود الشكويب. هل إنه ممكن إنه تحدث عندنا شكويب أو لا؟ أي عادي ممكن تحدث ما دام الجريان يصير عندك سوبرسونيك، فممكن جدا طبيعي جدا إنه تحدث بيه شكويب. وأيضا إيش راح يصير عندي أني لما هنا عندي كونستانت أريا ديكت وعندي هذا جريان الماك نمبر أكبر من واحد وعندي كيو اما داخل للسيستم او خارج من السيستم، ما ادري بعد هسه حسب الحالة اللي عندك. فراح يصير عندك اذا فرضا صار عندك هنا الشكويف صارت عندك هنا، فراح ينتقل الجريان ايضا من حالة السوبرسونيك الى حالة السبسونيك. يعني هنا في حالة الجريان راح يصير عندك سوبرسونيك وسبسونيك. زين، لأنه تعرفون أنتو الشكويب دائما ما قبلها هو سوبرسونيك، لكن ما بعدها راح يكون سبسونيك، واثنيناتهم يبقون على خط الراليه فلو باعتبار أنه الحرارة موجودة وجاي تنتقل حسب ما تكلمنا. فأيضا نتعامل وياها على هذا الأساس ونجي نشوف شلون نشتغل عليها. طيب بقى عندنا نقطة أخيرة، احنا ان شاء الله راح نخلي التوتوريال في محاضرة منفصلة، بس هنا نخلي نلقي نظرة على اليمن على التيبلز اللي موجودة عندي فيما يخص الجريان راليه، وين موجودة هنا جداولنا. هذا جداول النورمال شوك، جداول الفانو والرالي ما يتداخلون، لكن النورمال شوك مع الرالي ممكن يتداخلون مثل ما تداخلوا مع الفانو. طيب فهنا أنا رالي فلو باراميترز جاما يساوي 9.4، نجي نتعرف هنا على المتغيرات. ايضا قبل ما انوه على هذه، فيما يخص التي نوت راح نحتاجها والبي نوت ذني، ايضا مسموح لك تروح للازنتروبيك تيبل تقرا سطر واحد فقط، سطر واحد فقط،
تقربي على الماك نمبر المعطى لك، تقربي التي نوت والبي نوت، وعادة ما تكون هاي القضية في بداية الجريان وليس في المنتصف وليس في الأخير، يعني في بداية الدكت هنا على مود تطلع البي نوت وتطلع التي نوت فقط، مو تستمر وتنتقل من سطر إلى سطر بالأيزنتروبيك تيبل، لا ما مسموح لك تستخدم الأيزنتروبيك تيبل، لكن فقط لغرض إيجاد قيمة البي نوت والتي نوت فقط لسطر واحد فقط عند الماك نمبر المحدد. وبعدين تجي ترجع لجداولك اللي هي جداول اللي عليه، فنجي هنا عن السطر الأول هو الماك نمبر، عندنا تي نوت على التي نوت كريتيكال، عندنا تي على التي كريتيكال، عندنا بي على البي كريتيكال، عندنا بي نوت على البي نوت كريتيكال، وعندنا اس ماكس على الار. فايضا هنا نلقي نظره على هنا علاقه تدني البارامترز او الكولومز مع الماك نمبر، مثل ما تشوفون يبدا عندي تي نوت على التي نوت كريتيكال يبدا من صفر ويبدي الزايد بزياده الماك نمبر، يبقى يزايد يزايد الى ان نوصل، احنا نريد اهم شيء نشوفه من الواحد شنو اللي يصير. فمثل ما جاي تشوفون هنا من يوصل للواحد شي يصير بي يبدي يتناقص، يعني انت عندك تي نوت على تي نوت كريتيكال اكو قيم عندك تقابل السبسونيك واكو قيم تقابل منه سوبرسونيك، فكنت تنتبه عليها انت بيا زون جاي تشتغل شنو اللي جاي يصير عندك. اما البي على البي كريتيكال، اما البي على البي كريتيكال نلاحظ انه بدا من قيمه محدده اللي هي عند الماك نمبر 0 تساوينا 2.4 وبقى شبي بقى يتناقص 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 الى ان وصلنا الماك نمبر يساوي 1. هنا ضروري نشيكه، لقينا صار 1 لكن بعدها شنو صار بي؟ ظل يتناقص، يعني كل نقطه من هنا قابل نقطة محددة وواحدة فقط فيما يخص الماخ نمبر. زين نجي هسه على البي نوت على البي نوت كريتيكال، خلي نجي نشوفها هذه البي نوت على البي نوت كريتيكال. فهنا ايضا بي من بدت 1.26 اي تقريبا، بعدين صار بيها بدت تتناقص مع زيادة الماخ نمبر، يعني كل ما يزود الماخ نمبر كل ما هي شبيها تتناقص. طيب نجي نشيك نشيك الى ان نوصل الى الماك نمبر يساوينا 1، شبيها صارت هي 1، بعدها زادت لو نقصت زادت. فهنا هم يكون تنتبه، يعني هاي حالها البي نوت على البي نوت كريتيكال، حالها من حال التي نوت على التي نوت كريتيكال، مو مثل البي على البي كريتيكال، مو مثل البي على البي كريتيكال، كون ننتبه على هذه القضية، ولا مثل التي على التي كريتيكال ايضا. شوف التي على التي تي كريتيكال هنا أنا باعلها، هنا أنا عندك تساوي صفر، بعدين بدأت تزايد، هنا أنا بدأت تزايد 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 إلى أن مع زيادة الماك نمبر، مع زيادة الماك نمبر إلى أن وصلت إلى 1 عندما الماك نمبر يساوي إيش قد؟ عندما الماك نمبر يساوي لنا 1 تي على تي كريتيكال، كانت شبيهة كانت في تزايد، يعني كل ما يزود الماك نمبر كل ما هي هنا عندنا التي على التي كريتيكال بالله نباوع لها، هنا تبدي تزايد من صفر، ماك نمبر يساوي صفر هي ايضا صفر، بدل ماك نمبر يتزايد هي بدأت تزايد معه. زين ونجي هنا 0.6 0.7 0.8 0.9 الى ان وصلنا المن 1.01، بعدين صارت 1.02 1.03، بعدين اكو نقطة هنا بدت كأنه تتناقص بيها بالبوينت 92 1.02، بعدين صارت 1.01. فهنا ايضا القيم يعني ما دام هيك صارت اذا ما ممكن هذا. فهذا عندك البي على البي كريتيكال، وعندك التي نوت على التي نوت كريتيكال، وعندك البي نوت على البي نوت كريتيكال، يعني اللي ما تقبل النقاش هي بي على البي كريتيكال وذنيتها بيهن
حسب القيم أو مناطق الجريان اللي تشتغل عنها. إذا إن شاء الله على المحاضرة القادمة بإذن الله راح نجي نحل مسائل فيما يتعلق بهذا النوع من أنواع الجريان اللي يكون بيه تأثير الحرارة مأخوذ بنظر الاعتبار والاحتكاك مهمل مع constant area duct. وشكرا جزيلا.